مشاهدينا الكرام، طبعا بعد أسابيع قليلة الكثير من الطلبة خصوصا في خارج دولة الكويت يتجهون إلى جامعات غريبة، وإحنا إذا قلنا غريبة معناها اللغة غريبة، مو بال يعني ممكن نقول إحنا الدول العربية ما نعتبرها يعني غربة، لأن إحنا بين أهلنا وبين جيراننا، وخصوصا إذا كنا إحنا يعني على علاقة وطيدة مثل يعني جمهورية مصر العربية والأردن وسوريا وإلى آخر هذه الدول الحبيبة. بس إحنا نتكلم عن الدول الغربية عذاري، ترى مصيبة تطلعين من مجتمع الكويتي، مجتمع يعني منفتح على بعضه، مجتمع محافظ ويتجه. ليش قلت مصيبة؟ عشان انت جربت هالشعور؟ تمين صراحة اي بالله جربت الشعور، وشعور من قاتل من قلب. سمعوا شلون من قلبه. والله شنو درست اول شيء؟ انا درست حاشوف شلون هيت مشاعرك. هيت مشاعري. انا درست الاعلام. حلو. واول اسبوع اتصلت قسما بالله، اتصلت على امي ودمعتي بعيني وقلت يا امي برجع. قالت لي الحين عقب ما ذبحتنا وهذا. ويوم رحت هناك قلت بترجع، الغربه صعبه. كم كان عمرك ووين سافرت؟ كان عمري في ذاك الوقت يعني لازم لا صدق عشان عرف المقياس، هل الواحد يعني مثلا اذا كان لا كنت اول صغير خلصت الثانويه العامه كان عمري يعني 17 لا 19 سنه شباب صغير، عشان كذي تلقى يعني الواحد محتاج انه يكون اكبر بالعمر عشان يقدر يواجه هالخطوه اللي هي الغربه ويتعدى على مو بالضروره. لا ما اعتقد مسافر دوله اوروبيه ولا عربيه كانت؟ قاعد اسوي تحقيق ترى عشان احلل النفسيه. معنى انت تدربين عليه بعدين الدكتوره هي موجوده يعني ممكن تمارسين عليها بعد شوي. تمام صح هي بعد دارسه برا. عموما مشاهدينا دائما اللي يسافرون برا عندهم جمله الغربه كربه، لكن خلينا ناخذها من ناحيه ايجابيه. دائما الواحد اذا صار عنده هدف وقرر انه هو رايح يبي شهاده عشان يرتقي في مستوى العلمي والاكاديمي وبالنهايه ينعكس على دولته، لما يحط هالشيء قدام عيونه اكيد كثير مصاعب راح تهون عليه. راح نتكلم اكثر في هذا الجانب بعد دكتوره موضي امان، مهتمه في التنميه البشريه، لكن بعد هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، مرة ثانية نرحب بالدكتورة موضي أمان مهتمة بالتنمية البشرية. الدكتورة طبعا يعني أنت خير مثال يتكلم عن هذا الشيء، لأن أنت ما شاء الله عليك درستي برا وخصوصا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومريتي بالغربة ومريتي يعني النقلة النوعية ما بين الوطن والدول الصديقة. بصفتك مهتمة بالتنمية البشرية يعني وتدربين الشباب سواء ذكور أو إناث، ويعني خصوصا أن طلبتنا الحين يعني بعد أسابيع قليلة بيتجهون للدراسة في خارج الوطن، شلون يعني ممكن نهيئهم ونخليهم بأنها هي تصير مرحلة انتقالية سلسة ما بين الكويت والدول الصديقة للدراسة؟ طبعا أول شيء صباح عليكم بالخير، و يعني اتوقع الحين قربت سفره الطلبه اللي توهم خريجين. كل واحد ممكن يكون رايح حق دوله جديده عليه وعالم مختلف عن اللي هو متعود عليه، والاناث هم راح يكون صعب عليهم يفترقون عن اهلهم، يمكن شوي اصعب من الشباب. بس هي تحتاج قرار من الشخص نفسه في البدايه، لازم يكون الشخص هو ماخذ القرار ما يكون مجبور. من بعدها يبدأ هو يبحث عن المكان اللي رايح له، يبدأ ياخذ فكرة عن طبايعهم قوانينهم، يستشير الناس اللي عندهم خبرة عساس انه هو لما يكون رايح تكون عنده على الأقل فكرة بسيطة عن الانتقالة. ولازم يهيئ نفسه انه راح يكون في شوية صعوبات، راح يكون في اعتماد على النفس اكبر، ما راح يلاقي ممكن اهله حوله، لازم يتعلم يسأل اهل عن بعض الاشياء البسيطة، يعني حتى من قسيل الاشياء الى اكبرها، يعني اهتمام في الشقق، في الكهرباء، في كل الامور يعني بجانب الدراسة. فلازم يكون عنده تهيئ نفس هم يعني دور للأهل أنه هم يكونون بجانب أبنائهم، يدعمونهم، يتواصلون معهم عساس يخففون عليهم يعني هذه المرحلة لقاية ما يتأقلمون. فشيء طبيعي أنه يكون في صعوبة، لكن إن شاء الله يعني مع الأهل والمساعدة راح يتأقلمون. نقدر نقول التخطيط حق هذه السفرة قبلها بفترة بحيث أنه يأخذ المعلومات اللي محتاجها مثل ما ذكرتي، من ناحية الأكل، من ناحية الاهتمام في الملابس، في الحاجات الأساسية اللي هو مو متعود أنه يهتم فيها بنفسه في ديرته. وقت السفر
لما خلاص خططنا وتعلمنا وقت السفر وقت الانتقال في اول ايام مثل ما قال اخوي احمد بعد اسبوع انا دقيت ابكي ترى حاله كثير من الناس يعني صح. في اعمار اكبر بعد صح. التهيئه هذه النفسيه نقدر نقول العقليه شنو المفروض الواحد يتعامل مع نفسه علشان يقدر يتجاوز هالموضوع وما يدق بعد اسبوع دقيت على خده لا انا بالعكس عندي هذا شيء جدا طبيعي المفروض كل واحد رايح يكون يعني ما يخترع ده وحس نفسه تفاجئ من المكان او حس انه فعلا في وقت الصجيه صعوبه كن متهيئ ان هذا جدا امر طبيعي وانت راح تعتاد حط في بالك انت رايح فتره بسيطه تدرس فيها وان طالت يعني 5 سنين او 6 سنين لكن راح ترجع يعني تفتخر انت باللي سويته وفي الانجاز وراح تكون فتره يعني تتحسف اذا انت فقدتها فلابد اذا انت رحت تصر على قرارك اللي خذيته وتتحمل هذه الاسابيع القليله اطلع استكشف المكان هول على نفسك تعرف على الموجودين عشان حتى يساعدونك انك تخفف على نفسك القربه اللي انت فيها بس لا تفقد هذه الفرصه لانها صدق تجربه راح تكون وايد حلوه تتذكرها يعني. طيب يعني النصائح التي يعني ممكن توجهينها لاولياء الامور خصوصا ان الطلبه مقبلين على دراسه في مناطق بعيده جدا بلدان بعيده مثل الولايات المتحده الامريكيه ممكن نقول كندا والبعض يدرس في روسيا ترى في كذا طالب انا اعرفهم يدرس في روسيا. الامن بالنسبه لهؤلاء الطلبه شلون يعني ممكن نحثهم على انهم ينخرطون في المجتمع ويبتعدون عن الاماكن المشبوهه بس نبي بهالنقطه هذه نركز على اولياء الامور شلون نقول لهم ترى اولادكم باذن الله تعالى بخير بس اذا اتبعتوا 1 2 3 4 من قبل المختصين مثلك. طبعا اول شيء في البدايه يعني مثل ما قلنا نسال عن المكان ناخذ فكره على الاقل عن المكان يعني اذا كان في مكان في بعض الحساسيه في بعض الامور والامان اللي نحس ان هي خطره نبتعد عنها نحاول ان احنا نختار المكان قد ما نقدر اللي يكون امن. ثاني شيء في الوقت الحالي المكان تقصدين يعني البلد يعني اقصد البلد البلد اي نعم في الوقت الحالي التواصل يعني والانترنت بصراحه قرب وايد يعني بشكل يومي ممكن يشوفون في الكاميرات في الاتصال يعني صار الوضع تحس ان انت قاعد معه صح. في مكان الجميل في ناس يقولون قبل كنا ننطر رساله من اهلنا توصل يقول الحين كثر ما صار التليفونات بدينا قمنا نسكر التليفون خلاص صار ازعاج يعني انا بدرس ولا جاي بس ارد على التليفونات يعني الحين في البرامج المجانيه تلاقي الاهالي يتصلون يعني كل ساعتين وكل 3 ساعات خاصة يبطل الكاميرا ويوريهم عشان يطبخ بالضبط فيعني بالعكس صار وايد في تقارب نعم. حتى يعني في اهل بوافقوا انه يعني بناتهم مثلا يروحون ان 24 ساعه هي راح تقدر تطالعها طول الوقت ما هي بالجامعه هي يعني راح يكون حيل في سهوله. بس الاهل لازم يحاولون يخلون الابن او الابنه انه هو يعتمد على نفسه، اعطوه شويه حريه وثقوا يعني طالما ان تربيه الابن هذه صالحه ان شاء الله راح يروح هناك هو راح يعي راح يبدي يفرق بين الشيء الصحيح والشيء الخاطئ، لانه ما في مكان يخلي من الخطا والصح. نعم. لازم هو الشخص يوعي نفسه ينمي نفسه يذكر نفسه في الطريق الصح عشان تبدي الأمور تتجه يعني في الطريق الصح وما يميل للأشياء اللي ما نبيها. عندك سؤال؟ مو سؤال سالفه يعني صارت معي شخصيا صراحة كنت مسافرة وقتها كان عندي شغل يعني مضطرة أني أسافر بزنس قعدت يمكن ترى 4 أيام والله مو وايد حسيت أني مختنقة لا عارفة أحد معنا يعني دولة أنا متعودة أني أروح لها على طول بس رحت لها مضطرة مو أحن سالفة حنين كثر ما هو ما قدرت لأن وقتها ما كنت مسافرة معي أحد كنت بروحي ومضطرة لأن عندي شغل ففترة النهار تدرين هي فترة مثلا نقول الدراسة أو العمل اللي أنت تنشغلين فيها لكن بعدها ماكو شيء حسيت أن الدنيا ضاقت فيني عاد ذيك الساعة مو دمعة دموع اشتغلت ما قدرت مع أنها 4 أيام واختنقت وقدمت موعدي ورديت هذا الشعور على 4 أيام فنقيسها على المساكين اللي قاعدين الفترة طويلة خصوصا في أول أيام نقول أول سنة هي أثقل سنة ممكن تمر على الطالب شلون يعني شلون يتغلب على هذه الوحدة شلون يتغلب على أنه لا أنا ليش بروحي ليش قاعد أكل بروحي يصير في استنفار نفسي أنه فجأة لا أمي لا صديق ولا أحد شلون نتغلب على هذا الموضوع وهذا يعني الحنين هو عشان كذي كل شخص اقترب ورد لابد يكون اكتسب أشياء ونحس أنه فعلا نفتخر فيه لأنه كافي فترة أنك قعدت
يعني عدة سنوات بروحك وتروح وترد وبعيد يمكن عن عدة احتفالات بين أهلك، هذه بروحها بصراحة إنجاز. يعني ما في عيد ولا عيدية بالضبط. بس يعني لازم كل شخص يحط في باله إنه مو أنت رايح فقط للدراسة، بالعكس أنت عندك وقت فراغ كبير، لابد ان انت تستقل هذه الاوقات في نشاطات تلهيك عشان حتى ما تحس بالوحدة. يعني اندمج، اذا كانت الجامعة فيها عدة نشاطات، يعني انا عندي احد اخواني في امريكا فكان يقول لي يعني حتى وهو هناك لقات الا عندهم مراكز تطوعية، يعني الشخص اللي واثق من نفسه في اللغة يروح ويدرس هناك فيقضي وقته، منها يفيد غيره ومنها يفيد نفسه ويعطي نفسه ثقة ويدرسهم، غير النشاطات اللي موجودة في الجامعة من رياضة من نشاطات ثقافية. لازم تبدي أنت تدمج نفسك في هالأمور، شوف شنو نفسك تحب ولهي نفسك، اندمج مع المجتمع اللي أنت فيه، هذا راح يخفف عنك الوحدة، راح تحس أنك تبدي تلهى ويومك كله راح يبدي يعني يضيع في هذه الأشياء المفيدة. في ناس تدش أندية إذا بالضبط. يهتمون أيه. برياضتهم، وفي السندي اللي هو يعلمون القرآن حق أيه. عيال الكويتيين اللي يكونوا موجودين أو العرب، في عدة أفكار لازم الواحد يستقل. المشكلة اللي يواجهها خصوصا في الغرب اللي يسمونه الهومسك اللي هو الحنين أيه. للوطن، متى يشعر بهذا الشيء؟ في الشعائر الدينية مثل رمضان أيه. والعيد، صوت الأذان والحج طبعا، صوت الأذان على قولتك، إذا ما لقى عرب خصوصا عرب صحيح. المسلمين موجودين في جميع أنحاء العالم هذا الحمد لله والشكر، بس هو يبي العرب، يبي منه فيه، خصوصا إذا كانوا من دول مجلس التعاون. الله زين على زين، عرفتي أيه. على أساس أنه الهواء والحلو والقعدة أنت إيه في الغبقات الرمضانية هذه جميلة جدا، والإفطار مع بعض، الفطور طبعا وكذا، إذا ما لقى مثل هذيل شو يسوي مسكين؟ وهو شو يسوي؟ لازم يتحمل، هو حاطي باله انت بقترب تتحمل هذه الامور، ممكن تمر عليك يعني مو يوم، ممكن تمر عليك، ممكن يمر عليك شهر كامل، يعني ممكن حتى يحط فطوره ويحط الكاميرا سكايبي يعني مثل بعض الناس على يسارك كله كذي سيلفي كذي بالضبط. انت اذا سافرت تسوين سيلفي كذي على طول العصايه والمهبه فيها. لا صدق يعانون، لا ناخذ الموضوع بسلبيه، خلينا نكون ايجابيين اكثر، نبي نشجع الشباب، هذه مرحله مو سهله، هو الحين قاعد تشلعينه يعني شلع من ديرته من اهله من حضنها، يعني وايد اشياء، فنقدر نقول ناخذها بايجابيه. التليفونات موجوده، التليفونات موجوده، والحين في الوقت الحالي ما تروح مكان الا وتلاقي فيه عرب، واتحاد يعني الطلبه موجود ايضا صراحه في كل مكان لما تسافرين حق دولة بالذات أمريكا وكذي، في اتحاد طلبة هم عاد يكونوا مستقبلين للطلبة، يجمعون الطلبة صح نعم. عدل شنو صار؟ أنا ذكرتيني بقصة السيلفي هذه، الحين مو قصة سيلفي، الحين في برنامج جدا يعني مهم هو السكايبي، السكايبي هذا حط اللابتوب قدامك أو حط كذا أو كذا، عرفتي ممكن تخاطبين الشخص يعني حتى لو كان في القطب الشمالي او الجنوبي. نعم صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. هذا عاد يخرب على منو؟ على ربع السلفي. ربع السلفي لا السلفي طاقي صراحه والله نعم. بس انك عن دور اتحاد الطلبه في الخارج اللي يكونون الاكبر بالعمر والاسبق مثلا في سنوات الدراسه، شنو دورهم في احتضان واستقبال الطلبه الجدد بالذات الاعمارهم صغيره؟ اي طبعا هم اتحاد الطلبه يختلف يعني عن مهامهم صراحه من دولة إلى دولة، في أماكن اتحادهم يعني مجتهد وفي أماكن تحس أن الاتحاد ضعيف، بس الاتحاد يشمل كل شيء، يعني مساعدتهم من البداية في مثلا قرارك حتى حق الجامعة اللي أنت تبيها، في مساعدتهم حق استقبالك للمكان، تسهيل مثلا الشقة اللي راح تقعد فيها أو المكان، يوجهونك حق الطريق الصح عشان يعني تدريب لكل واحد توا في البداية ما عنده خبرة، يعني حتى في أمور الدراسة بعدين المساعدات اللي تحتاجينها، يعني ممكن يكون بعض اتحاد الطلبة في مختلف التخصصات ففي كل شخص يساعد يعني الطلبة اللي من تخصصاته، يعني من المدرسين من احتياجهم حق دروس كل هالأمور يعني. وأيضا نثني على دور السفارات والمنشط الثقافي في الدول الخارجية، بالنسبة للسفارة الكويتية الأمانة واقفين مع الطلبة في مشاكلهم كلها الدراسية اللي تواجههم، وبالعكس قاعد يدعمونهم، اللي يروح في السنة الأولى على حسابه إذا اجتهد وياب نسبة قاعد يحول على بعثة دراسية ففي مساعدات تقدرين تكلمينا عنها أكثر وايد. يعني تجربتك. أنا هم من والدي كان في السلك الدبلوماسي يعني في البداية، ف يعني بصراحه مساعدات من السفاره للطلبه جدا كبيره وحيل مهمه، الواحد من يطيح في مشكله يحتاج انه يلجا حق ديرته، يعني فالسفاره هذه تحسينها هي الكويت الصغيره في الدول الثانيه،
فما يقصرون يعني. بصراحة أشكر كل الملحق الثقافي وكل الملحقيات الثانية اللي تساند الطلبة حتى وهم خارج يعني وقت عملهم، يردون على الاتصالات ويعني ماشيين مع الطلبة في كل أسئلتهم. في شغلة ثانية الطلبة إذا كانوا في الخارج يكونون ضعفاء، فأي شخص يشوفه على طول يظهر له العاطفة صحيح. ويبتدي يحبه سواء ذكر أو أنثى، فتجدين أغلبهم يقول أنا لقيت شريكة حياتي بتزوجها. فيلقى صعوبة بأن يطرح هذا الموضوع على أهله، فأهله ممكن يقبلون الفكرة ويمكن يرفضونها صحيح. بس إحنا نبهني يعني بصفتك وبخبرتك شلون نقول له أنت لازم تكون قوي، أن لا تقع في الحب من أول نظرة، ممكن من أول مساعدة أول مساعدة أي صح أي بصراحة يعني هذه أنا يعني وايد لاحظتها، أن مثلا وايد شباب يروحون وبسرعة يعني يكون عندهم ردة فعل يعني بصراحة ضعفاء شوية ضعفاء نعم. بس الشيء هذا يحتاج هش بالضبط يعني قابل للانكسار. احنا نقول اللي يسافر يركز في دراسته بالعكس على اللي انت رايح له، يد العون موجوده بين الذكور والاناث، شوفها بعين الاخت هذه جايه بغربه وكلها اخو وكلها ايد يمين تساعدها في غربتها. الامور العاطفيه اجلوها بعد دراستكم لما تردون ديرتكم تفقوا مع اهلكم الله يوفقكم. السفير هناك تروح تتكلم نعم. احنا نقول حق كل واحد يبي يسافر حط الكويت قدام عينك، مستقبلك قدام عينك، وربي بيوفقك ان شاء الله، وما عاد في غربه ما دام اجهزه التواصل الاجتماعي والتليفونات كلها موجوده. اهلك ان شاء الله دائما قدام عينك وانت قدام عينهم، الله يحفظكم بعين اللي ما تنام ان شاء الله. ما في شك دكتوره، بدنا يعني نكمل الحديث بس للاسف داهمنا الوقت. شكرا جزيلا لمجيئك لبرنامج راقه وطن. شكرا على الاستضافة، واتمنى من الكل انه ما يخسر هذه التجربة، بالعكس روحه وانتوا قدها ان شاء الله، وراح تردون يعني رافعين الراس ومستمتعين وين ما كنتوا في اي دولة. شكرا لكم، كل التوفيق لكل عيالنا الطلبة ان شاء الله المسافرين، وحتى اللي عندهم اعمال خارج الدولة من سواء السلك الدبلوماسي او غيره، نقول لهم كل التوفيق لكم، واكيد الكويت تفتخر فيكم وجهودكم اكيد تنعكس على تطور بلدنا بالنهاية. كل شكر لضيفتنا الدكتورة موضي امان، مهتمة في التنمية البشرية. شكرا لكل من تابعنا من خلال اشراقة وطن في هذا الصباح. بإذن الله تعالى غدا يوم جديد، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.